السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كيدايره مع الصحه؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا لاباس وما هذوك. المهم البنات، اليوم انا جيت المحل باش نصور لكم شي حاجه ديال الجلاب اللي جات. بالنسبه للجلاب الاخرين البنات مازال ما دخلوش وما غاديش يكونوا مع العيد نهائيا، والله ما كرهت حتى البنات، ولكن راه الخياطه مشات الصباح اليوم، مشات الاوديو انا نحطه في تيليجرام، مشات باش تصيفط لي حتى في دي اش ال ما قدرتش تصيفط ليا، وعاده باش في اراميكس مشات بزاف، حيت كاينه مشكله في المغرب ما عرفتش شنو اللي كان. صراحه انا هادشي جاني فويرته واليوم تعصبت بزاف، ما كرهتش وعاد جيب الجلاب فوري للناس وكلشي. ولكن بما انه البنات حنا جالسين يعني يا ما الله قاعد حنا جالسين ما كان لا سفر لا حتى حاجه، واخا تسافروا كتبقاو هنا يعني. وقت ما جا وقلت ليها صيفطيهم وقت ما جا خير ينفع. هادشي اللي كاين البنات، واخا يكونوا حتى سيمانه مور العيد ماشي مشكل، بيرو شي حاجه شي جلالب البنات كيحمقوا. دابا غادي نوريكم الجلالب اللي جاوني، وكذلك شي قفيطنات ان شاء الله اللي بغيتوها على حساب العيد. ومن بعد غادي نوريكم حتى هذوك اللي الكساوين كنت قلت لكم لبست، قلت لكم غادي نلبس وما لبستش. بالا البنات، هانتوما البنات، اول حاجه غادي نبدا بها هما هاد القمايص او فراشات او قفيطنات ديال الدار ديال الجوهره البنات. شي حاجه اللي واعره كيتلبسوا هكذا، الجوهره ديالهم طوب البنات، وكذلك الخدمه ديال اليد. هاد السلعه يلا وصلتني اليوم، هانتوما كي كتشوفوا هانتوما من هنا كامل مجموعين، يعني شي حاجه اللي غزاله بزاف هانتوما. وكيبقى البنات الثمن ديالهم 95 اورو. راكم عارفين البنات عي هاد الجوهره هي اللي زوينه، هي اللي كيخدموا بها التكاشط، يعني ديك الجوهره اللي بالسمر الحر اللي كيخدموا بها التكاشط. ودرت لي هاد الخدمه خفيفه باش ما تجيش غاليه بزاف، وعاد راكم عارفين حتى الشحن دابا اصلا جاي مويكارو. دابا غادي نوريكم يعني كي كتشوفوا انا لابساها عامره، ويعني هما طيب اونيكا، وغادي تشوفوا لي لابساها صاحبتي رقيقه. هانتوما البنات كي كتشوفوا كتجي في اللبسه كتجي واعره البنات، صراحه كيجيو غزالات، شي حاجه اللي فنه بزاف كدا. شفتوا تبان فنه شي حاجه، الجوهره ديالها شفتوها كي دايره حريريه وزوينه صراحه، خنشكرها حتى نعيا. ودابا البنات غادي نوريكم الجلالب. هذا البنات كريب، ثم كي كتشوفوا جايين في صاله مخزنيه البنات تلبسهم تحتهم شي ديبورد، انا ما لابساش من تحتهم اصلا، هو ما كيبينش هكا ما حيك لابسه لتحت كحل، هذاك الشيء علاش. شوفوا هنا عندهم الجياب وجايين هكذا مخدومه هنا بالصم حتى هنا، ثم كي كتشوفوا هذا بالصم مع هذا الكريستال هذا شفتوا، وعاد عندها اللور الشاشية عندها اللور الشاشية. صراحة البنات واعرة فنة شي حاجة اللي هي زوينة زوينين بزاف البنات، انا عجبوني هادو البنات ب90 اورو كاملهم خدمة ديال اليد. صراحة البنات هادو ديجا انا كنت نبيعهم بديك 85، ولكن راكم عارفين شنو كاين، الديوانة غالية وكلشي غالي، والطريق وجبناهم في الدي اش ال هانتوما تاع اليد، وعاد التوب غالي يعني، والخدمة وشي حاجة متقونة لي باتاما البنات. مرحبا، هادي كاينة منها عا وحدة بالي، هادي جاية طاية اونيكا تلبس الرقيقة والغليظة البنات. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا، المهم من نفس الموديل على الزواقه شويه مختلفه، والكولوريس هادو كاملهم كريب. صراحه كي كتشوفوا جايين هكذا جايين طوب، عنده الفتحات هنا لتحت في اليدين غزال اي ضايله، شي حاجه غزاله. وتبرعوا تبرعوا، هاد العام ما كاين المغرب ما كاين حتى حاجه، الواحد يتبرع في دار. اييه غنوريكم كاين عاوتاني هذا، هادي الطايه شويه صغيره يعني يقولوا الام، هادي الام هانتوما بالغوزان ديال غزاله حتى هي مليفه كي كتشوفوا فنه صراحه غزاله.
هي وجات اجت مع صاحبتي واره فتعبر. شوف النبات هذا كيجي هكا منبته هكا هكا ايوا هانت انتما مثلا البنات كاين هذا الشيبي حتى هو غزال هذا الشيبي غزال البنات كيحمق انتما واعره الصراحه عجباتني. هادو هما الجلال بني عندي دابا البنات ديسپونيبل شتو كي دايره راه عندكم منهم عندهم الشاشيات الكريب ديالهم كي كتشوفوه طايح انتما دابا هادشي بحال كيبان هذا هو لونو فالي دابا غنوريكم مازال فيه لون اخر انا هنا نوريه لكم ماشي على لون مازال جوج لون ما قيستهمش ولكن البنات صافي عييت عييت هانتوما كاين هذا اللون كشيري هما شتوفو شتو تنبيت